بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بنستكمل موضوع الفاينايت اليمنت ميثود. يعني ما زلنا في شابتر 2. النهارده المحاضره السابعه، شابتر 2 بعنوان جنرال ستيبس اوف ذا فاينايت اليمنت ميثود. نحاول النهارده ان شاء الله نخلص شابتر 2. شابتر 2 زي ما هو واضح من العنوان عباره عن مجموعه من الستيبس، يعني هتساعدنا في ان احنا يعني نقوم بالموضوع لكل الاليمنتس، سواء كانت لاين اليمنتس او بلانر او بريك او 3 دي اليمنتس. يمكن احنا في المحاضرة رقم 6 تعرضنا للستيبس من 1 ل 3. النهاردة هنحاول نخلص بقية الستيبس من 4 ل 8. الستيبس، ستيب رقم 4، ان انا هيبقى مطلوب مني ان انا ازاي اجيب الستيفنس ماتريكس لكل اليمنت، لا او لاي اليمنت. بعد ما اجيب الستيفنس ماتريكس بيبقى عندي فيه معادله اللي هي البي بتساوي كي في دي للاليمنت اللي انا جبت له الستيفنس ماتريكس. بعد كده الخطوه رقم 5 ان انا بجمع الماتريسيز كلها في ماتريكس واحده كبيره اللي هي الاوفر اول او التوتال، طبعا بيكون في الجلوبال، وبطبق في المعادله اللي هي بي بتساوي كي في دلتا برضو بس في الجلوبال. وببدأ أعمل ببدأ أدخل ال boundary conditions عند supports زي ال fixation زي ال hinge زي ال roller. أبدأ أعملها إقحام، وبالتالي أبدأ أحل المسألة عن طريق إن أنا أجيب المعكوس لل matrix بتاعت ال stiffness، وبالتالي أقدر أجيب ال degrees of freedom اللي هي ال displacement. إحنا عارفين في ال finite element أو في ال displacement أو في ال stiffness method المجاهيل بتكون عبارة عن displacement، ودي الخطوة رقم 6، بحل واجيب القيم بتاعت displacement. بعد ما جبت displacement احنا عارفين ان في حاجة بتربط ما بين السترين والdisplacement، فلو عندي displacement اقدر اجيب السترين، ولو جبت السترين اقدر اجيب الستريسز. في النهاية خالص يبقى مطلوب مني ان انا ابص في النتائج وافحصها واعمل عملية تدقيق للنتائج على اساس في الاخر يعني اخد القرارات المناسبة. الستيب رقم 4 اللي هو بيقول درايف ذا اليمنت ستيفنس ماتريكس اند ايكويشنز، يعني ازاي هنقدر نجيب الستيفنس ماتريكس لاي اليمنت سواء كان لاين او بلانر او 3 دي، والايكويشنز اللي هي بي بتساوي كي في دي للاليمنت. في طرق 4، ميثود اي بي سي دي، اي طريقة منهم اقدر استخدمها واقدر اجيب منها الستيفنس ماتريكس للاليمنت. بس طبعا في طرق بتبقى مناسبة للوان دايمنشنال اليمنت، يعني للعناصر اللي هي على شكل لاين. يعني ممكن الطريقة الاولانية اللي هي الستيفنس انفلونس كوفيشنتس، الطريقة التانية اللي هي الدايركت ايكوليبريم ميثود. الطريقتين الاولى والتانية ممكن يبقوا مناسبين للوان دايمنشنال اليمنتس اللي هي البيمز والتراسز والفريمز والجريدز. طبعا لما اخش على البلانر اليمنتس اللي هي 2 دي اليمنتس واخش على 3 دي اليمنتس، خلاص بتبقى الطرق اللي هي الاولى والثانيه، خلاص بضطر الجا لطرق ثانيه، اشتغل في الورك اور انرجي ميثودز وهكذا. فاحنا يمكن النهارده هنركز على الطريقه اللي هي الاولانيه والثانيه اللي هي A و B، وقدام شويه لما ندخل على البلانر اليمنت ال 2 دي اليمنت هنبدا ندخل ممكن نتعرض للطريقه C والطريقه دي. بالنسبه للطريقه الاولانيه اللي هي ستيفنس انفلونس كوفيشنتس، يعني الاساس بتاع الطريقه الاولانيه طبعا انا عارف ان العلاقه B بتساوي كيف دلتا، فلو انا جبت الكيف طرف هيتبقى في الطرف الثاني B في المقام والديسبليسمنت في الايه في الباست. احنا يمكن قلنا تعريف الديسبليسمنت الاستيفنس قبل كده، هو عباره عن الفورس ديو تو يونت اي ديسبليسمنت. يعني لو انا عندي مساله واثرت بيونت ديسبليسمنت يبقى كان المقام بواحد، خلاص ما عندوش قيمه، هيطلع لي عندي فورسز، قيمه الفورسز هي تساوي قيمه الايه الاستيفنس. يعني الاستيفنس تساوي الفورسز لما الديسبليسمنت تساوي الايه تساوي اليونت. يعني نحاول كده ايه ناخد طريقة طريقة ونمشي معاها ونشوف يعني ازاي بنقدر نجيب الستيفنس ماتريكس لسي مثلا بيم اليمنت.
كمثال يعني. الطريقة الأولانية اللي هي ايه؟ stiffness influence coefficients. احنا عارفين طبعا ان العلاقة بي بتساوي كي في دلتا، طبعا في علاقة ما بين اللود وما بين الديسبليسمنت بيربط بينهم الستيفنس. لو انا حبيت اجيب الستيفنس في ناحية، يبقى الستيفنس هتساوي البي على الدي، يبقى الستيفنس بتساوي الفورس على الديسبليسمنت. طب لو انا حطيت الديسبليسمنت بواحد بيونت، يعني اثرت بيونت ديسبليسمنت، طب يبقى النتيجة ايه؟ ان الكي تساوي البي، يعني اثر بيونت ديسبليسمنت. احسب اللودز او الفورسز المقابلة، يبقى قيم الفورسز هي على طول اوتوماتيكلي ايه؟ الستيفنس. طيب تعال ناخد مثال كده بسيط نشوف. المثال هنطبقه على بيم اليمنت. طبعا احنا في البيمز بنهمل الاكسيال، فبيبقى عندي في مومنت وعندي شير عند نود واحد، وفي مومنت وشير عند نود اتنين، وعندي في حركتين برضو، في فاي واحد وفي واحد، وفي فاي اتنين وفي في اتنين عند النود التاني. طبعا كل حركه مقابله للقوه. وطبعا عارف الساين كونفنشن، البوزيتيف بالنسبه للفاينايت اليمنت، عارف اتجاهات الموجبه، عندي اكس يمين واي راسي، وعندي المومنت بيكون عكس عقارب الساعه. احنا بنقول ايه؟ هاثر بيونت ديسبليسمنت، اجيب الفورس يطلع هو نفسه الكي. طيب تعال ناخد بيم فيكسد فيكسد، بيم فيكسد فيكسد، وهبدا اثر بيونت ديسبليسمنت، بس يونت ديسبليسمنت ايه؟ فيرتيكال ديسبليسمنت. طبعا باثر بفوق في الاتجاه الموجب، احنا قلنا واي لفوق ايه موجب، فهاثر بيونت ديسبليسمنت عند نود واحد، يبقى في واحد تساوي واحد. فطبعا الفيكسد فيكسد بيم شكلها هيبقى بالشكل ايه الجديد اللي هو الديفورمد اللي قدام. طبعا عندي الروتيشن عند نود اتنين بصفر والحركه الرئيسيه بصفر، والروتيشن عند نقطه واحد بصفر والحركه الرئيسيه هي اللي حصلت فقط، كان انا اثرت بحركه واحده من الاربعه اللي هي الفي واحد بتساوي واحد. ويمكن ده لو تفتكروا في المحاضره اللي هي رقم 6، المحاضره اللي قبل دي، ان احنا قلنا لما احط في واحد بتساوي واحد بيطلع لي شيب فانكشن، بيطلع لي شكل من اشكال الداله، وفعلا احنا وصلنا للشكل ده، وكان اسمه لو تفتكروا اسمه ايه؟ ان واحد، او الشيب فانكشن ان واحد. طيب لما انا اثرت بيونت ديسبليسمنت ايه اللي هيحصل؟ هيتولد اربع قوى. ليه اربع قوى؟ لان انا عارف ان في البيم بيبقى عندي فيه مومنت وروتيشن عند نود واحد، ومومنت وروتيشن عند نود اتنين، ومفيش اكسل. فلما اثر بيونت ديسبليسمنت راسي عند نود واحد، لو في واحد تساوي واحد، هيتولد اربع قوى، هيتولد عزم. طيب العزم ده ليه انا اخدت اتجاهه كده اللي هو نيجاتيف مومنت؟ يعني لو انت بصيت للكيرف فوق، الكيرف اللي انت راسمه فوق، هتحس ان الكيرف ده فعلا الكيرفتشر بتاعه هو المناسب للعزم النيجاتيف. ولو بصيت للكيرف اللي تحت هتلاقي ايه المناسب ليه؟ هو العزم الايه؟ يعني لو انا بعمل انحناء بعزم بوزيتيف هيعمل الكيرفتشر اللي تحت، لو انا بعمل انحناء بعزم نيجاتيف هيعمل الكيرفتشر الايه اللي فوق. ففعلا اتجاهات الاسهم للعزوم فعلا كده ايه مظبوط، هتلاقي العزم ده عكس عقارب الساعه، والعزم التاني في نفس اتجاهه، في نفس الايه اتجاه، يعني الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. طبعا بيتولد عندي عزمين، قيمه العزم الكلام ده احنا يمكن درسناه زمان لما كنا ندرس في الاستراكشر وكده، سواء بالمومنت ديستريبيوشن او سلوب ديفليكشن وكده. لو عندي بيم فيكسد فيكسد واثرت بيونت ديسبليسمنت، فبيتكون عزم قيمته 6 اي اي في دلتا اللي هي في واحد على ال تربيع، وزيه بالظبط نفس القيمه الناحيه الثانيه 6 اي اي في دلتا اللي هي الديسبليسمنت على ال تربيع. طبعا عندي عزمين وبيأثروا يعني نفس الاتجاه، فبجمعهم، فلازم يكون في عزم ايه مقابل ليهم عشان يبقى في ايكوليبريم، فبيبقى في تو فورسز، في شير فورسز بتعمل عزم عكسي. فانا بجمع العزمين على بعض في 6 و6 يبقى 12، واقسم على الطول اللي هو ال اللي هو طول الباكيه، فيبقى الشير فورس عباره عن 12 اي اي على ال ال تكعيب مضروبه في ال في واحد، وهنا 12 اي اي على ال ال تكعيب مضروب في ال في واحد. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا قلت لو انا اثرت اف الدي بتساوي واحد، لو انا اثرت بيونت ديسبليسمنت هيطلع لي فورسز، اربعه فورسز، يبقى الفورسز تطلع هي مين؟ تطلع هي الايه؟ هي الديسبليسمنت، هي الستيفنس. طيب تعال نشوف كده. طيب تعال نحط هنا مثلا الصوره العامه اللي هي في واحد ام واحد، في اتنين ام اتنين، اللي هم اربع قوى. هنعتبر ان القوة الاولانية ديت تمثل في واحد، الشير في واحد، والمومنت ده المومنت ام واحد، وعند النود الثاني الشير الرأسي اللي هو الفي اتنين، والمومنت اللي هو الام اتنين، يبقى عندي اربع قوى. طيب عندي الناحية الثانية في كم حركة؟ في واحد فاي واحد، في اتنين فاي اتنين. طيب كويس،
يبقى انا عندي اربع قوى موجودين دلوقتي، اللي هم في واحد وام واحد وفي اتنين وام اتنين. يبقى الفيكتور بتاع اللود الاربعه موجودين، لان احنا قلنا لما قصرنا بيونت ديسبيسمنت اتولد عندي اربع قوى اللي هم المحتوى بتاع اللود فيكتور. طيب بس كلهم مضروبين في مين؟ تلاقي الشير مضروب في في واحد في الحركه في واحد، والمومنت مضروب في الحركه في واحد، والشير التاني مضروب في الحركه في واحد، والمومنت التاني مضروب في الحركه في واحد. طيب لو انا عندي ماتريكس 4 في 4 وعندي ديسبليسمنت فيكتور اللي هو في واحد فاي واحد في اتنين فاي اتنين، مين اللي بيتضرب في في واحد؟ احنا دايما لما بنيجي نضرب بنضرب الصف في الايه؟ في العمود، بنضرب الصف في العمود، بنضرب الصف في العمود، والصف الرابع في العمود. فانه عنصر في الماتريكس اللي هيتضرب في في واحد؟ هل عناصر الصف الاول ولا عناصر العمود الاول؟ احنا دايما العنصر اللي بيتضرب في الفي واحد هو اول عنصر، يبقى اول صف اول عنصر فيه هيتضرب في في واحد، وتاني صف اول عنصر فيه هيتضرب في في واحد، وهكذا. يبقى اذا العناصر اللي في المصفوفه اللي دايما هتتضرب في في واحد هي عناصر العمود الايه؟ عناصر العمود الاولاني. يبقى انا لما يبقى عندي هنا اربع قوى، مومنت وشير ومومنت وشير، وكلها مضروبه في في واحد، يبقى انا لو شلت في واحد اللي هو مكان الديسبليسمنت، يبقى العناصر دول الاربع قوى دول انه اول عمود ولا اول صف؟ يبقى اول عمود. تعال شوف كده 12 اي اي على ال تكعيب في في واحد، ادا الفي واحد، يبقى باقي لي مين؟ 12 اي اي على ال تكعيب، ادا الاي اي على ال تكعيب ايه؟ مشترك، يتبقى جوه مين؟ يبقى ال 12. يبقى كده مظبوط، جبت انا اول عمود. طب موجب ليه؟ موجب ليه؟ لان القوه لاعلى مع الاتجاهات الموجبه. طب تعال شوف المومنت الاولاني اللي هو ام 1، 6 اي اي على ال تربيع في في واحد، خلاص الفي واحد، يتبقى 6 اي اي على ال تربيع، انا واخد ال تكعيب مشترك 6 اي اي على ال تكعيب، يتبقى لي جوه 6 واضربها في ال، يبقى 6 في ال، موجب عشان مع عقارب الساعه. العمود الثالث او الجزء الثالث هلاقي ايه؟ الشير الثاني بالسالب لانه عكس الاتجاهات الموجبه، يبقى 12 بس الاسفل، والمومنت الثاني موجب برضه لانه عكس عقارب الساعه، يبقى انا كده ايه؟ كونت العمود الاولاني. طيب اكرر الكلام، بدل ما كنت باثر بيونت ديسبليسمنت راسي، اثر بيونت ايه؟ روتيشن، بس باثر بيه عكس عقارب الساعه، يبقى اثر بفاي واحد تساوي واحد. طبعا هنا انا لما اثرت، طبعا النقطه النود رقم 2 عندها الروتيشن بصفر وعندها الحركه بصفر، والنود الاولانيه عندها الحركه بصفر بس عندها يونت روتيشن عكس عقارب الساعه. فلو انت بصيت برضو للكيرف، لو بصيت للكيرف هتلاقي فعلا الكيرف ده مناسب للنيجاتيف مومنت، والكيرف الثاني عكسيه هيبقى مناسب للبوزيتيف مومنت. المهم بيتولد مومنت عند الناحيه اللي انا اثرت فيها بيونت روتيشن قيمته 4 اي اي على ال مضروب في الزاويه، الناحيه الثانيه بقى بيروح نصه. الكلام ده احنا برضو اخدناه في الاستراكشر قبل كده. الناحيه الثانيه بيروح نص المومنت، ان الكاري اوفر فاكتور هنا بيكون ايه؟ بيكون بنص وكده، انما في المساله الاولانيه بيبقى الكاري اوفر فاكتور فيها بواحد وكده، المومنت بيتنقل كله يعني، انما هنا المومنت نص المومنت بيتنقل. فالمومنت في الناحيه الثانيه بيبقى 2 اي اي ال وفي نفس الاتجاه. طبعا عندي 2 مومنتس وبيتجمعوا، وبالتالي محتاج مومنت عكسي، فبحط 2 كونسنتريتد لودز عند كل سبورت، وعندي المسافه ال، فبجمع الاربعه مع الاثنين يبقى 6، واقسم على ال ال يبقى المقام في ال تربيع. تلاحظ الاربع قوى دول هم الاستيفنس، لان احنا حاطين يونت ديسبليسمنت، فبما ان دي يونت ديسبليسمنت يبقى الفورس يطلع هو ايه؟ الاستيفنس. وكلهم مضروبين في ايه؟ فاي واحد فاي واحد فاي واحد فاي واحد. يبقى مين اللي بيتضرب في فاي واحد؟ هيطلع تاني ايه؟ تاني عمود. ففعلا لو رتبت هتلاقي تاني عمود ايه؟ اتكون. طب تالت عمود ورابع عمود هيتكونوا ازاي؟ ان انا اثر مره بيونت ديسبليسمنت عند نود 2، وارجع اثر مره بيونت روتيشن عند نود 2، هجيب العمود الثالث والعمود الرابع. طبعا الـ 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 نحاول كده كمساله نحل مساله احنا يعني كاكسرسايز يعني، بس بدل ما البيم فيكسد فيكسد ناخد بيم فيكسد هنجد، ناخد بيم فيكسد في ناحيه وهنجد في الناحيه الثانيه، ونشوف كده الستيفنس ماتريكس هل هتطلع زي بتاعه الفيكسد فيكسد ولا هتختلف، ونعكس مره نخلي الهنج يمين ومره الايه؟ الهنج شمال.
الطريقة التانية اللي هي دايركت اكوليبريم ميثود، ويمكن الطريقة التانية ديت اسهل وابسط من الطريقة الاولانية، لكن طبعا محتاجين قبل ما نطبق الطريقة التانية على مثال وكده ان احنا نتعرض شوية حاجات قديمة وكده. طبعا كان في نظرية احنا يمكن كنا بنستخدمها اسمها البيم ثيري. البيم ثيري يعني كانت مبنية على فرضية، الفرضية كانت بتقول ان البلين سيكشنز، يعني لو عندي كاميرا وعليها احمال وجيت علمت على الكاميرا كده خط اسمه اي سي او دي بي، والخط ده كان عبارة عن سيكشن واخد العرض بتاع الكاميرا يعني. فالنظرية بتقول ان البلين سيكشنز يعني المستوى اللي قبل التأثير بالانحناء يظل مستوى بعد التأثير بالانحناء، يعني بلين سيكشنز ريمين بلين افتر بيندينج. يعني لو انت رسمت مستوى كده الرأس بتاعه او خط منه اي سي بعمق الكاميرا واثرت بلود وحصل انحناء حصل ديفليكشن، فبيتكون مستوى جديد اسمه اي داش سي داش. المستوى اي داش سي داش ما زال مستوى، يعني ايه ما بقاش كيرفيد مثلا، لا ما زال مستوى، لكن كل اللي حصل انه ايه انه بيلف بس بزاويه، وليكن مثلا ان المستوى اللي كان رأسي اصبح مستوى مايل، فاصبحت العلاقه بينهم كأن بينهم زاويه مثلا ايه زاويه فاي، حصل روتيشن بس لكن المستوى بيظل ايه مستوى. ويمكن لو تفتكروا ما احنا كنا زمان بنفترض ان التوزيع بتاع الانفعال بيفضل ايه خط، كأن الانفعال قبل التأثير بالأحمال كان المستوى بتاعه رأسي، بعد التأثير بالانفعال بيحصل ميل بزاوية لكن بيظل المستوى ايه مستوى يعني. فدي نظرية ايه البيمز. البيمز نشوف ازاي هنطبق الدايركت ايكوليبريم ميثود. لو انا عندي لو تفتكروا من شوية كنا افترضنا دالة للحركة ل في اوف اكس، في اوف اكس اللي هي بالنسبة للبيمز بولونوميال فيها اربع حدود، والحد الرابع اللي هو بيخص الريجيد بودي موشن. وطبعا احنا كنا استنتجنا الاي واحد والاي اتنين والاي تلاتة والاي اربعة، وجبنا حاجة اسمها الشيب فانكشنز، وقلنا في الاخر ان الدالة في بتساوي الماتريكس ان مضروب في الديسبيسمنت دي. المهم طيب انا قدرت اجيب داله، لو بصينا في الرسم ده بيم element وعليه مومنت بوزيتيف، فعمل عمل بيندنج. فانا عند اي نقطه اقدر احسب الديفليكشن. منين احسب الديفليكشن؟ من الداله في اوف اكس اللي انا افترضتها وقدرت اوصل لها في النهايه. طب ده قيمه الديفليكشن. طيب لو انا عاوز اجيب الروتيشن عند اي مكان اعمل ايه؟ افاضل الديفليكشن بالنسبه للاكس، لان احنا قلنا الروتيشن اللي هو الزاويه فاي هو عباره عن التغير في الراسي اللي هو الديفليكشن على التغير في الافقي اللي هو الديسبليسمنت. فلو انا عندي الديفليكشن او الحركه الراسيه في اوف اكس معروفه، لو انا فضلتها قلت دي في باي دي اكس اجيب الروتيشن اللي هو السلوب، يبقى الروتيشن او السلوب هو تفاضل الايه الحركه. انا فضلت الحركه الراسيه بالنسبه للاكس اجيب الروتيشن. طيب كويس، يبقى انا فعلا ممكن اعمل داله للحركه الرأسية واجيب منها الروتيشن بالتفاضل. طيب في بعد كده لو انت بصيت في الرسم هتلاقي في حصل تقاوس، حصل كيرفيتشر للبيم اليمنت، حصل انحناء، الانحناء ده بنقول عليه حصل تقوس وكده. وطبعا بيبقى في نص قطر للتقوس، نص قطر للتقوس اللي هو مثلا اسمه في الرسم ايه رو مثلا. التقوس اللي هو الكيرفيتشر هنسميه كي، هنسميه كي قيمته واحد على نص قطر التقوس. طب التقوس ده عبارة عن ايه؟ او ممكن بطريقة تانية نقول ايه، طب لو انا عندي زاوية فاي، لو انت بتاخد المماس في البداية هديك زاوية فاي. طيب ما انا عارف لو الكاميرا عليها يونيفورم لود وسيمتريك وكده الروتيشن في الوسط بتاع الكاميرا هيطلع بزيرو، هيطلع الزاوية بصفر في المنتصف من الايه من السيمتري. اذا الزاوية في النص بتاع الكاميرا بصفر، وكان في زاوية عند السبورت عند الهنج، اذا الزاوية عمالة تقل، كان زاوية كبيرة بعد كده بتقل تقل تقل لغاية لما بتوصل لايه لزيرو في المنتصف. اذا ايه اللي بيحصل في الاسلوب نفسه او في الروتيشن؟ بيحصل تغير. فانا في عندي حاجه جديده اسمها
اسمها دي فاي. دي فاي يعني ايه؟ يعني التغير في فاي. زي ما كان عندي في اوف اكس يعني قيمة للحركة، فالتغير في الحركة مع المسافة طلع هو الروتيشن. طيب لو انا بقى جيت اشوف التغير في الروتيشن نفسه، يعني الزاوية بتتغير مع اكس، طول ما انت ماشي في اكس الزاوية بتتغير. يعني لو انت واخد مماس في البداية ومماس بعد شوية والمسين قبلوا من بعض، هيطلع بين الممسين زاوية اسمها دي فاي. دي فاي بتعبر عن ايه؟ عن التغير في الزاوية، التغير في الميل. طب التغير في الميل اذا كان الميل نفسه هو التفاضل الاول، طيب التغير في الميل يطلع ايه؟ هيبقى التفاضل مرة تانية، لان التغير معناه انك شيء بيتغير بالنسبه لشيء. فانت الروتيشن كان تغير في الحركه بالنسبه للمسافه، طيب والتغير في الزاويه، التغير في الميل، ارجع افاضل مره تانية للحركه. يعني التفاضل في الميل هيبقى هو التفاضل التاني في الحركه، والتفاضل في الميل دوت او التغير في الميل اللي هو الدي فاي يعبر عن ان في تقوس، على ان في كيرفيتشر. لان ايه اللي يقول لي ان في تقوس؟ ان المماس بيتغير من مسافه لمسافه لمسافه، كل ما اتحرك قيمه الميل بيتغير، فمعنى ان الميل بيتغير ان في تقوس، وبقيسه بالدي فاي. يبقى اقدر اقول في الاخر ان التغير في الزاويه فاي اللي هو التغير في الاسلوب هو نفسه الكيرفيتشر اللي هو في الاخر واحد على الرو. طيب التغير بقى او التقوس اللي هو التغير في الزاويه، هيبقى التفاضل الثاني للداله في، كاني بفاضل الداله في مره تانية، يبقى دي تربيع في باي دي اكس تربيع، ده التفاضل الثاني. طيب لو انا عندي كاميرا وباثر عليها بمومنت ام، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها تقوس اللي هو الكيرفتشر، هيحصل تقوس. طيب كل ما زود المومنت، كل ما زود المومنت اللي يحصل للتقوس هيزيد، كل ما تزود المومنت الكيرفتشر بيزيد، كل ما تزود المومنت التقوس بيزيد. اذا في علاقه طرديه ما بين المومنت وما بين الايه؟ الكيرفتشر او التقوس. طبعا بشيل علامه التناسب وبحط ثابت، فبيطلع مين بقى الستيفنس اللي بتقاوم بقى هنا؟ هي الاي اي. هو الاي اي هو ده اللي بيعاكس التقوس. انت عاوز تعمل انحناء بمومنت والجسم ده مش عاوز ينحني، ايه اللي بيخليه ما ينحنيش؟ الاي اي بتاعته. اذا اقدر اقول في الحاله دهيت ان انا قدرت اربط ما بين المومنت والكيرفتشر من خلال مين؟ من خلال الاي اي. يبقى انا قلت الداله بتاعت الحركه اسمها في، التفاضل الاول هو الروتيشن او الاسلوب، التفاضل الثاني اللي هو التغير في الروتيشن اللي هو الكيرفتشر، وقدرنا نربط الكيرفتشر بمين؟ بالمومنت من خلال ايه؟ الاي اي. طيب تعال نشوف، هل انا اقدر بقى اجيب التفاضل الثالث؟ ما انا قلت ايه؟ الداله اسمها في، التفاضل الاول اسلوب، التفاضل الثاني كيرفتشر. طب في تفاضل ثالث وتفاضل رابع، هل ليهم معنى؟ نشوف كده. لو انا خدت اليمنت صغير كده في كاميرا، حته صغيره كده زي الصوره اللي على اليمين، اسمها طولها دي اكس وعليها لود اسمه دبليو اوف اكس، دبليو حمل يعني ديستريبيوتد، دبليو اوف اكس يعني بتغير مع اكس، وعندي خدت مسافه اكس، وطبعا خدت سكشن عند واحد وسكشن عند اثنين وبينهم المسافه دي اكس، فبلاقي عند نقطه واحد في مومنت، طبعا النقطه الثانيه بيكون عندها مومنت اكبر شويه اللي هو ام زائد دي ام، والنقطه الشمال لو عندها شير في، النقطه الثانيه هيكون عندها شير في زائد ايه؟ الدي في. طيب تعالى ايه ناخد العزوم للجسم ده، طبعا لازم يكون متزن. لو انا باخد سمشن الفورس في اتجاه اكس او واي، او باخد سمشن العزوم لازم يبقى في اتزان، يعني المفروض سمشن العزوم حوالين اي نقطه يطلع ايه؟ بصفر. فانا هاخد سمشن العزوم حوالين نقطه 2، حوالين النود 2، فطبعا هطير مين؟ هطير المومنت اللي هو ام زائد دي ام، لا مش هطير المومنت، هطير الشير اللي هو الايه؟ اللي هو في زائد دي في. يتبقى عندي 2 مومنت هيتطرحوا من بعض، بفترض انا اتجاه موجب والاتجاه التاني اللي عكسه بيطلع ايه؟ بيطلع سالب. والمهم يعني هقدر اعمل معادله اتزان، فدي معادله الاتزان وهسوي المومنت بالايه؟ بالصفر. فالمعادله هي لما الدي اكس، لما الدي اكس المسافه دي اكس تقول للصفر، يعني لو انا واخد اليمنت صغير جدا 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 لدرجه ان الدي اكس صغيره يعني كانها صفر، هلاقي يطلع في الاخر ان الشير يساوي التغير في المومنت على الايه؟ على الدي اكس. يبقى عشان يحصل شير لازم يكون في تغير في المومنت، لازم يكون في تغير في الايه؟ في المومنت. طب افرض مفيش تغير في المومنت، يبقى تفاضل المومنت يساوي كام؟ يساوي صفر، يبقى مفيش شير. وده يمكن واضح من الكاميرا اللي قدامنا، لما كان عندي 2 كونسنتريتد لود وجبت
جيت ارسم لقيت الشير فيه جزء فيه شير وجزء الشير فيه بصفر والجزء التاني فيه شير. طب ليه الجزء الوسطاني، ليه الجزء الوسطاني مفيش فيه شير؟ لان المومنت بتاعه ايه؟ كونستانت. فلما اجي فاضل المومنت اللي هو كونستانت بالنسبه لاكس يطلع التفاضل بصفر، يبقى بالشير بصفر، يبقى عشان يبقى فيه شير لازم يكون في تغير في الايه، في المومنت. فالجزء اللي فيه تغير في المومنت فعلا مثلث فيه شير، والجزء اللي فيه المومنت ثابت مفيش فيه شير. وده طبعا ممكن يبقى واضح شويه في مين، لو عندي بقى سمبل بيم وعليها يونيفورم لود هتلاقي ايه، المومنت مستمر مفيش ايه جزء ثابت في المومنت، وبالتالي الشير هيبقى على الكاميرا من اولها ايه الى اخرها. لكن انا استفدت ايه من المعلومه دهيت؟ ان الشير يساوي التغير في المومنت بالنسبه لايه، الاكس. كل ما المومنت تتغير مع محور اكس يبقى فيه شير، ثابت يبقى مفيش شير. طيب يبقى لو انا عاوز اجيب الشير وعندي معادله المومنت اللي هي التفاضل فيها التفاضل الثاني، والشير يساوي تفاضل مين؟ المومنت، يبقى يطلع الشير هو التفاضل الايه، هو التفاضل الثالث. يبقى في الحاله دهيت المعادله ان الشير يساوي الاي اي في التفاضل الثالث. طيب التفاضل الرابع بقى هيطلع مين في الاخر؟ لو انت عشان يبقى عندك شير لازم يكون في ايه، او اللود في النهايه هو عباره عن التغير في الشير مع المسافه اكس. اللود بيطلع في النهايه لو انت خدت اتزان العنصر ده وخدت سمشن الفورسز في اتجاه، في اتجاه واي بتساوي صفر، هيطلع لك في الاخر خالص ان اللود اللي هو الدبليو اللي موجود على الكاميرا هيطلع قيمته تساوي التغير في الشير مع مين؟ مع اكس. طب ما الشير قيمته كانت جاية عن طريق التفاضل الايه؟ التالت. طب لما اتفاضل بقى الشير كمان يبقى يطلع مين اللي بيساوي التفاضل الرابع؟ اللود. يبقى انا ابتدي كده، اول حاجة في اوف اكس، فضلت مرة جبت الروتيشن، فضلت مرة تانية جبت الكيرفتشر وربطته بالمومنت، فضلت مرة تالتة جبت ايه الشير، فضلت مرة رابعة هجيب الايه؟ هجيب اللود. مهم جدا ان يكون في بالنا او في ذهننا المعلومات دي. طيب تعالى بقى ناخد ايه، نطبق الكلام اللي فات دوت على ايه، على كاميرا. عندي بيم في الفاينايت اليمنت، هيبقى عندي فيه تو نودز، وانا بفترض في قوتين، مومنت وشير، ومومنت وشير، وفي حركتين اللي هي سي مثلا هنسميها هنا دي واي وفاي، وهنا دي واي. طبعا الاشارات بتاعت الفاينايت اليمنت بيبقى عباره عن اليمين موجب والفوق موجب وعكس عقارب الساعه ايه موجب بالنسبه للروتيشن. انما الكاميرا اللي تحت ديت دي بقى ماشية مع البيم ثيري. فبالنسبة للبيم اللي تحت، يمكن البيم اللي تحت الاتجاهات بتاعت المومنتس والشير هي اتجاهات البيم ثيري، انما البيم اللي فوق الاتجاهات هي اتجاهات الفاينايت اليمنت. احنا عارفين البوزيتيف بتاع الفاينايت اليمنت الاكس في اتجاه ناحية اليمين والواي رأسي، والمومنت عكس عقارب الساعة. انما في وبالتالي انا هفترض الفورسز اف 1 واي وام 1 واف 2 واي وام 2، يبقى عندي اربعة فورسز اف 1 واي ام 1 واف 2 واي وام 2، والاتجاهات الموجبة اكس يمين واي رأسي، والمومنت عكس عقارب الساعة. انما بالنسبة للبيم ثيري، يعني لو تفتكروا من زمان لما كنا بنيجي نرسم المومنت والشير والنورمال للبيمز، فكنا بنعتبر ان البوزيتيف مومنت هو اللي بيعمل تنشن تحت وكمبريشن فوق. فانا هنا انا مسمي المومنت ام، مفيش بقى نود واحد ولا نود اتنين، في مومنت في الشمال وفي مومنت في اليمين، والاتنين بوزيتيف يعني اتجاهات الموجبه ان المومنت البوزيتيف بيعمل تنشن تحت وكمبريشن فوق. وبالنسبه للشير هنسميه كابيتال في، والشير على اليمين زي الشير على الشمال. وطبعا برضو كنا بنقول زمان الشير على الشمال وطالع ده بيبقى موجب، وعلى اليمين ونازل بيكون ايه، بيكون باشاره ايه مخالفه، اشاره سالبه وكده. يبقى الاشارات اللي تحت هي اشارات البيم ثيري، انما الاشارات اللي فوق هي اشارات الفاينات اليمنت اللي هو عكس عقارب الساعه بيبقى ايه، بيبقى موجب، والشير اللي فوق موجب. هنحاول احنا طبعا السبب ان احنا جبنا الاشارات بتاعت الفاينات اليمنت والبيم ثيري ان احنا هنحاول هنربط بينهم، يعني هيبقى يكون في بينهم ايه ربط وكده. احنا طبعا في البدايه خالص بالنسبه للبيم اليمنت اللي قدامنا افترضنا داله، بحسب من الداله قيمه الحركه الراسيه اللي هي في اوف اكس عند اي مكان اكس. طبعا الداله كان فيها اربع حدود لان هي بولينوميال كيوبيك، وفي النهاية خالص وصلنا لأن الدالة طلعنا قيمة الـ A1 اللي هي جوه القوس مضروب في X تكعيب، وقيمة الـ A2 مضروب في X تربيع، وقيمة الـ A3 اللي هي فاي 1 في X، وقيمة الـ A4 اللي هي D1 إيه؟ D1 واي. ديت هي عبارة عن الدالة.
دي عبارة عن الدالة. طيب تعال نشوف بقى، احنا بنقول الطريقة نفسها اسمها دايركت ايكوليبريم، يعني هعمل اتزان مباشر. اتزان يعني هعمل اتزان، هعمل ايكوليبريم. طيب هعمل ايكوليبريم ازاي؟ لو انا قلت F1Y، F1Y ديت الفورس فاينات ايلمنت اللي هي عند نود واحد، F1Y هتساوي مين؟ ال V اللي هي من البيم ثيري، هتساوي ال V، لان الاتنين في نفس الايه، في نفس الاتجاه. يبقى الفورس F1Y هتساوي الفورس V، يبقى F1Y تساوي V. بعد كده هشيل ال V، الفورس V، واحط قيمتها. لو تفتكروا من شوية في البيم ثيري كنا قلنا ان الشير بيساوي التفاضل الايه التالت مضروب في الاي اي، يبقى انا هشيل هنا الشير واحط مكانها اي اي في التفاضل التالت. وانا واقف فين؟ في البداية عند نود واحد، يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس بصفر. يبقى انا هعمل ايه في الحالة ده؟ هي هجيب الدالة في وفاضلها 3 مرات واحط الاكس بصفر واضرب في الاي اي، يبقى دي قيمة الفورس في اللي هي في النهاية قيمة الفورس اف واحد واي. هصفي الكلام ده وهاخد اي اي على ال تكعيب مشترك، هيطلع لي في النهاية بين القوسين 12 في دي واحد واي وستة ال في الفاي واحد وناقص 12 وزائد 6 ال في الفاي 2. طيب هنا اي اي على ال تكعيب مشترك انا خدته بره تحت اهوت مشترك، انا بحسب مين دلوقتي؟ بحسب اف واحد واي. طب اف واحد واي بتساوي ايه؟ هتساوي الصف مضروب في مين؟ مضروب في العمود، والمشترك بره اي اي على ال تكعيب. طب خدنا المشترك، باقي جوه 12 مضروب في مين؟ في دي واي واحد. اشوف مين اللي فين الدي واي واحد، اول عنصر احط هنا 12، ادي 12 مضروب في دي واي واحد، وبعدين زائد 6 ال في فاي واحد، فاي واحد هي تاني عنصر، يبقى احط تاني عنصر اللي هو 6 ال، والتالت هيبقى ناقص 12، والرابع هيبقى 6 ال. يبقى انا كده جبت اول صف، جبت ايه؟ اول صف. طيب جميل، تعال نكمل نشوف المومنت اللي هو عند نقطة واحد. المومنت عند نقطة واحد من الفاينايت ايليمنت عكس عقارب الساعة، يبقى ام واحد اللي هو من الفاينايت ايليمنت عكس عقارب الساعة، لكن المومنت المناظر ليه اللي عند نفس النود من البيم ثيري في اتجاه عقارب الساعة، يبقى ده بيساوي ده بإشارة ايه؟ بإشارة مخالفة. يبقى الام واحد هيساوي ناقص الام. طيب الام احنا قلنا من شويه برضو ان المومنت بيساوي التفاضل الايه، والتفاضل الثاني مضروب في الايه، في الاي اي. فانا بس هسيب الاشاره السالبه وعندي الاي اي وعندي التفاضل الثاني، يبقى هفاضل الداله في اوف اكس مرتين واعوض عن اكس بكام؟ بصفر. هيطلع لي برضو مشترك اللي هو الاي اي على ال تكعيب، افتح قوس 6 ال مضروب في دي واي واحد، يبقى مين اللي بيتضرب في دي واي واحد؟ اول واحد، يبقى ده 6 ال، وبعديه 4 ال تربيع، وبعدين ناقص 6 ال، وبعدين 2 ال تربيع. اكرر نفس الكلام عند النود رقم 2، الاف 2 واي اللي هو الشير الرأسي اللي هو الاف 2 واي عكس الفي اللي هي من البيم ثير، لان واحد لفوق والتاني لتحت، يبقى ده بيساوي ده بإشارة سالبة، وانا عندي الشير والتفاضل التالت واحط الإشارة السالبة، لكن هنا هعوض بعد ما فاضل 3 مرات هعوض عن اكس بايه؟ بال، وليست بصفر. هيطلع لي معادلة، المعادلة هتبقى عبارة عن الصف الايه؟ التالت. نفس القصة، اخر حاجة ام 2 هتساوي الام، وبالتالي اقدر اجيب الصف الايه؟ اقدر اجيب الصف الرابع. طبعا اسهل كتير من الكلام اللي فات. الستيب رقم 5، انا خلاص في الستيب رقم 4 كان عندي اكتر من طريقة وقدرت اجيب الماتريكس بالطرق المختلفة، قدرت اجيب الماتريكس اللي هي الكي، وبعد ما جبت الماتريكس كتبت الايكويشن اللي هي ايه، الفورس بيساوي الاستيفنس ماتريكس مضروب في الايه، في الديسبيسمنت. هي دي الايكويشن. يبقى انا جبت الاول الاستيفنس ماتريكس كي للبيم اللي هي 4 في 4، وكتبت الايكويشن اللي هي بتقول ان اللود فيكتور بيساوي الاستيفنس ماتريكس مضروب في الايه، في الديسبيسمنت فيكتور. لكن ده للاليمنت فين؟ في اللوكال اكسيز. لا انا عاوز احل المسألة، عاوز احل المسألة كلها على بعضها، يبقى في الحالة دي لازم اشتغل في الجلوبال ولازم اعمل اسمبل. اسمبل يعني ايه؟ يعني اجمع العناصر كلها مع بعضها في وان ماتريكس، بس بتبقى ايه؟ توتال ماتريكس او جلوبال ماتريكس او اوفر اول ماتريكس. وطبعا بعد ما اخلص واجمع لازم ايه؟ منساش الباوندري كونديشنز،
نبدأ نحط قيم الباوندري كونديشنز. نحاول كده ايه يعني نشوف. لو انا عندي تراس 2 دي تراس وقسمته خلاص لعناصر وحطيت النودز والعناصر كده، وكان عندي element سي اللي هو الاليمنت الواصل ما بين واحد وما بين اتنين، فالاليمنت دوت في اللوكال بيبقى عندي في اف واحد يو واحد وعندي اف اتنين يو اتنين. طيب انا جبت الماتريكس بتاع الاليمنت. طيب انا عاوز اجمع بقى العناصر كلها، لان التراس مش اليمنت واحد، ده انا عندي في اربع عناصر افقيه وعنصرين راسيين وعنصرين ميلين، عندي مجموعه من العناصر. انا جبت لكل عنصر في اللوكال اكسيس بتاعه الماتريكس بتاعه والمعادلات بتاعه، لكن دلوقتي انا عاوز احل المساله كلها على بعضها، ما اعرفش احلها غير في الجلوبال، وعاوز ماتريكس واحده للمساله كلها، فبجيب حاجه اسمها الاوفر اول ماتريكس او التوتال ماتريكس او الجلوبال ماتريكس. ففي الحاله دي هعمل ايه؟ ببدا افتح مصفوفه كبيره، مصفوفه ضخمه كبيره كده، واقول عليها الايه الاوفر اول ماتريكس او الجلوبال ماتريكس او التوتال ماتريكس، وبطبق في نفس المعادلات اللي هي الاف بتساوي كيف الدي. بس هنا تلاحظ يمكن الاف مكتوبه كابيتال وكده، ليه؟ لان انا شغال في الجلوبال غير ما اكون شغال في اللوكال، بتلاقي الاف سمول او عليها هات كده فوق بتعبر عن اللوكال، لا انا هنا شغال في الايه، شغال في الجلوبال. فاعمل ايه؟ هفترض مثلا كمثال بسيط، يعني لو عندي كونتينوس بيم عباره عن باكيتين وقسمت البيم لتو اليمنتس، الاليمنت الاولاني من السبورت للسبورت والاليمنت الثاني اللي هو متوصل في الاولاني. طبعا بيبقى في عندي سبورت مشترك اللي هو السبورت اللي في النص بنقول عليه كومون، النود اللي هنا بنقول عليها كومون نود مشترك، كومون نود. طيب انا هجمع او هعمل اسمبل ازاي؟ هجمع ازاي؟ هجمع المصفوفات ازاي؟ باجي اخد المصفوفه بتاع الاليمنت الاولاني اللي هو البيم الاولاني اللي هو واصل بين واحد واثنين، وابدا احط الكي واحد في الماتريكس اللي هي الكي الاولانيه اللي هي ايه اللي على الشمال فوق، ابدا احط الكي واحد. طيب وبعدين اجيب الاستيفنس ماتريكس بتاع الاليمنت الثاني، وطبعا هو في فرق ما بين البيمز والتراسز، طبعا التراسز في مشكله ان المحاور اللوكال ما بتنطبقش على الجلوبال، فبنحتاج حاجه اسمها ترانسفورميشن، ده هنعرفه بعدين. لكن الميزه في البيمز ان المحاور اللوكال هي المحاور الجلوبال، ويمكن ده السبب اللي يخلينا نبتدي الشابتر بتاع البيمز قبل التراسز وكده. فطبعا لو انا عندي تو البيم قسمتها باكيتين وكل باكية عباره عن اليمنت، فعندي تو ماتريسيز، فالماتريكس الاولانيه هي اللي على الشمال فوق واللي اسمها كي واحد، الماتريكس الثانيه هي اللي على اليمين وتحت واسمها كي اتنين. بس تحس هنا ان طبعا الماتريكس بتبقى 4 في 4 والماتريكس الثانيه برضو 4 في 4، تلاقي في تداخل، في اوفرلاب، في اوفرلاب اللي هو انا عملت عليه دوتد كلاود كده وكتبت عليه كومون. ليه؟ لان في نود مشترك، النود اللي هو في النص اللي هي النود رقم 2 بتبقى هي نهايه العنصر الاولاني وبدايه العنصر الثاني، فبتلاقي ايه الماتريكس الاولانيه نهايتها 2 والماتريكس الثانيه بدايتها 1 بدايتها 2 ونهايتها 3، فالاثنين بيتقابلوا في نقطة 2 أو نود 2، فبالتالي في هنا 4 في 4 ماتريكس صغيرة 2 في 2 فيها أربع عناصر، الأربع عناصر دول بيتجمعوا على بعض لأن 4 من 1 و4 من 2. إذا أنا في النهاية بالأسلوب دهوت لو عندي عناصر أكتر من 2 بحط كل ماتريكس داخل الأوفر أول ماتريكس في مكانها، وفي الآخر خالص بحط اللود في الطرف الشمال وأنا جبت الأوفر أول ماتريكس وأحط الديسبليسمنت في الطرف اليمين، ويبقى عندي إيه المعادلات بس في الجلوبال اللي هي بنقول ايه الجلوبال ايكويشنز اللي هي الاف بتساوي كي بتساوي كي في الدي. طيب خلاص انا جبت المعادله العامه اللي هي الاف بتساوي كي في دي بس في الجلوبال للمساله ككل، ويمكن واضح هنا على اليمين لو عندي بقى ايه مساله فيها عناصر كتيره، فبلاقي الكي بتاعت العنصر الاولاني وجنبيها الكي بتاع العنصر الثاني، وطبعا في تداخل لان في نود مشترك والتالت والرابع والخامس لغايه عدد بقى ايه اي عدد. لكن تلاحظ دايما ان ما ينفعش الجمع الجبري، ما ينفعش احط الماتريكس فوق الثانيه فوق، لا لازم كل واحده لها 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 مكان. الـ 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 المكان بيفرق، المكان
مكان الماتريكس له تأثير وله دور، فلازم كل ماتريكس تتحط في المكان بتاعها. وطبعا زي ما احنا قلنا ان في نود مشترك بيبقى نهاية العنصر الاول هو بداية التاني، ونهاية التاني بداية التالت، وهكذا. المهم احنا في النهاية كوننا الاوفر اول ماتريكس الكبيرة اللي هي كي، وحطينا اللودز في الفيكتور والديسبليسمنت في الفيكتور، وانا عاوز اجيب الايه القيم بتاعة الديسبليسمنت. بس طبعا وانا بحل المسألة بيبقى في عندي بعض اجزاء الديسبليسمنت فيكتور بتكون معروفة، يعني مثلا لو عندي هنج مثلا يبقى عنده الدي اكس بصفر الدي واي بصفر كده يعني. فبيقول ايه الجزء ده مهم جدا، بيقول we must specify the boundary conditions. احنا قلنا الباوندري كونديشنز اللي هي الكونديشنز اللي على الحدود، يعني ده مثلا طبعا الشكل اللي قدامنا ده اسمه شير هنج. ده شير هنج هو قريب من الفيكسيشن، يعني هو قريب من الفيكسد سبورت بس بيسمح بالحركة الرأسية، عامل يعني في رولرز كده بحيث يسمح بالحركة الرأسية، لكن هو واخد من الفيكسيشن ان عنده الروتيشن بصفر وبالتالي بيتولد مومنت، لكن مفيش شير لانه بيسمح بالحركة الرأسية بيمشي، فما بيقومش في اتجاه الشير، فما فيش شير، ولذلك بيقال عليه الايه الشير هانج، بيقال عليه الشير هانج. طبعا هنشوف الكلام ده برضو وهنتعرض ليه كتير وكده، لكن الجملة الباراجراف ده مهم جدا، بيقول وي ماست. ماست يعني ايه؟ يلزم او يجب، يعني فرض علينا. وي ماست سبيسيفاي the boundary conditions اللي هي ايه، ان انا اقول مثلا ده فيكسيشن يبقى عنده احط الفاي واحد تساوي صفر، لكن هنا الدي واحد واي لا تساوي صفر، دي بقى مجهول. اروح للسي فيكسيشن يبقى عندي الفاي عند سي بتساوي صفر، لكن الدي واي لا تساوي صفر، يبقى عندي فيه كم مجهول في المسألة ديت؟ عندي فيه مجهولين، اللي هو الدي واي عند نقطة ايه، والدي واي عند نقطة ايه، عند نقطة سي، لكن الروتيشن بصفر والروتيشن بصفر. طبعا ما فيش اكس لان احنا قلنا في البيمز بنهمل الايه الاكس. طيب بيقول ايه، انا يجب ويلزم ان انا احط الباوندري كونديشنز، يعني اجي في الديسبليسمنت فيكتور والحاجات اللي بصفار احطها بصفار، والمجاهيل احط قدامها علامة استفهام، وهي دي المطلوب ان انا ايه احصل عليه. طب افرض ان انا ما حطيتش الباوندري كونديشنز، بيقول لي ايه؟ اور بقى لو انا ما حطيتش الباوندري كونديشنز، الكي المصفوفه كي will be singular، المصفوفه كي هتبقى اسمها singular. singular يعني ايه؟ بيقولوا عليها المصفوفه المفرده. يعني ايه مصفوفه singular او المصفوفه المفرده؟ ان المحدد بتاعها بيساوي صفر. يعني انت لو ما دخلتش الباوندري كونديشنز هتيجي تحسب المحدد بتاع المصفوفه هيطلع بصفر. هتيجي تحسب المعكوس، لو تفتكروا في المرات اللي قبل كده لما جينا نحسب المعكوس كنا بنقول واحد على مين؟ على المحدد، يبقى واحد على صفر يبقى مش هينفع، يبقى مش هتكمل. فالكمبيوتر بيقوم يقف ويقول لك انا مش قادر اكمل، ويطلع رساله يقول لك ايه ستيفنس ماتريكس از سنجولار. افهم انا ايه بقى من ان الستيفنس ماتريكس از سنجولار؟ ان الباوندري كونديشنز ما اتحطتش، او في احتمال تاني ان انت تكون حطيت باوندري كونديشنز بس الباوندري كونديشنز مش كفايه. فهنشوف. طيب بيقول ايه، لو انت ما دخلتش الباوندري كونديشنز الكي هتبقى سنجولار، وبالتالي ذات از المحدد هيساوي صفر، ولذلك الانفيرس will not exist، مش هقدر اجيب ايه معكوس، هو هيقف لانه مش هيقسم على صفر، هيجي يقسم على صفر مش هيعرف، ما حدش قال له الواحد على صفر بكام، فهيقف مش قادر يكمل. طيب نكمل، بيقول ايه without specifying، لو انا ما حددتش adequate يعني كفايه او كافي، يعني kinematic constraints. kinematic احنا قلنا جايه من حركه، يعني اللفظه كاينماتيك جايه من الحركه، يعني لو انا ما حطيتش كونسترينتس كفايه بالنسبه للحركات، يعني ما حطيتش مثلا باوندري كونديشنز كفايه ان انا قلت ده ما عندوش روتيشن وما عندوش حركه راسيه، يعني لو الباوندري كونديشنز مش كفايه بالنسبه للديسبليسمنت سواء كانت روتيشن او ترانسليشن او سبورت كونديشنز، ذا ستراكشر ويل بي فري تو موف از اي ريجيد بودي. يعني ايه؟ لو السبورتس مش كفايه ممكن المنشأ يمشي كانه ريجيد ايه بادي،
وطبعا ريجيد بادي يعني ممكن ماشي ما عندوش مشاكل، بيتحرك هيمشي لما لا نهايه، مش حاجه بتوقفه. تعال نشوف الكلام ده كده من خلال ايه، من خلال مثال. لو انا خدت سيمبل بيم وفي حمل كونسنتريتد في النص الاسبان ال يمين وال شمال، وكان السبورت الشمال رولر والسبورت اليمين رولر، لو انت بتحل المساله ده المساله دي بايدك هتقول الرياكشن على الشمال هيبقى بي على 2، والرياكشن على اليمين هيبقى بي على 2، والمومنت هيطلع بي في ال على 4، والشير هيطلع بي لفوق وبي لتحت، مفيش مشاكل، المساله هتتحل والنتائج هتطلع. لكن الكمبيوتر هيجي يحل المساله يبقى عنده مشكله ان انت مانع الحركه في اتجاه راسي ومانع الحركه في اتجاه راسي، لكن في احتمال للحركه في الاتجاه الايه الافقي. والكمبيوتر ما بيبصش للود، بيبص للمساله في حاله عدم وجود اللود. هي متزنه في اتجاه واي في حاله وجود اللود، ومفيش فورسز في اتجاه اكس تمشيها في اكس، اذا مفيش مشاكل. لكن الكمبيوتر لو شال اللود هيحس ان المساله دي ممكن تمشي في اتجاه اكس كانها ريجيد بادي، كانها عجله او عربيه وانت بتزقها، فهتمشي ومش هيحصل لها ديفورميشنز، هتمشي ان شاء الله 10 كيلو مش هيحصل ديفورميشنز، هيحصل ريجيد بادي موشن، كونستانت موشن. فهو بيحس ان فيه في اتجاه اكس في خلل في اتجاه اكس، الباوندري كونديشنز مش كفايه. اي نعم انت منعت الحركه في اتجاه راسي وفي اتجاه راسي، لكن الاتجاه الافقي هتتحرك كانها ريجيد بادي موشن، يبقى الكمبيوتر هيقف في الحاله دي ويقول لي ستيفنس ماتريكس السنجولار. طب اعمل ايه؟ انا عاوز احلها بنفس الشكل، مفيش حاجه تمنحها في اكس، لكن هو مش هيقدر يكمل. اعمل ايه؟ اتحايل. اتحايل عليه ازاي؟ هاجي امنع الحركه في اتجاه اكس بان انا احط ايه، سوفت سبرينج. يعني ايه سوفت؟ احنا خدنا قبل كده ان كلمه سوفت معناها ان الاستيفنس تساوي زيرو، يعني ملوش مقاومه. طب ايه الفايده؟ طب انا حطيت حاجه ملهاش مقاومه يبقى مش هتمنع الحركه، وده اللي انا عاوزه، لان انا بقول عاوز احل المساله مش ممسوكه في اتجاه اكس، لكن الكمبيوتر مش هيقدر. فانا حطيت له، تحيلته، حطيت له حاجه في اتجاه اكس توهمه ان في سبورت في اتجاه اكس. هو هيعمل ايه؟ هيحسب الاستيفنس بتاع السوفت سبرينج، يلاقيها يعني 1 في 10 أس ناقص 100، ويجي يأثر باللود. ما هو مفيش حمل في اتجاه اكس، يبقى بالتالي مفيش لود هيروح للايه؟ للسوفت سبرينج، وبالتالي مش هيحصل ديسبلسمنت في اتجاه اكس، لكن هو حاسس ان في سبورت وانه ممكن يقاوم لو جاله فورس في الايه؟ في اتجاه اكس. ده مهم. فكان زمان في برامج لما كان يحصل مشكله ويقول لي الماتريكس سنجولار، كنت بضطر انا اعمل تراس ممبر في اتجاه اكس مثلا زي المساله اللي قدامنا، واديله ستيفنس صغيره جدا بحيث يبقى تحايل كاني ما عملتش حاجه، لكن هو يشوف بعينيه ان في ايه سبورت في اتجاه اكس. المساله اللي فوق اللي عباره عن فيها شير هنج يمين وشير هنج شمال، وطبعا هنا المساله دي لو انت شلت الحمل بيه وشلت الحمل بيه، فالمسألة حرة الحركة في اتجاه ايه؟ واي. هيحصل ريجيد بادي موشن في اتجاه واي، لكن في وجود الأحمال اللي هي أنتي سيمتريك اللي هي متعاكسة، المسألة هتتحل وهقسم المسألة نصين وهستبدل النقطة بي بهنج، هستبدلها بهنج، ودي يمكن نفكر فيها برضو، نحاول نرسم المومنت والشير للمسألة. هي مش انستيبل مع الوضع اللي قدامنا، هي هتبقى انستيبل لو انا التو كونسنتريتد لودز في نفس الاتجاه، لكن كده المسألة هتتحل. لكن لما الكمبيوتر يشوفها ويشيل اللود هيحس ان في فرصة للحركة في اتجاه واي، في ريجيد بادي في اتجاه واي، في الحالة ده هي الكمبيوتر هيقف. طب اعمل ايه عشان احل المشكلة؟ يبقى السوفت سبرينج ده اللي انا كنت حاطه افقي، ممكن اجي هنا احط السوفت سبرينج ده ايه؟ رأسي تحت سبورت A او تحت سبورت C، بحيث الكمبيوتر يفهم ان مفيش حركة في الاتجاه او في سبورت في الاتجاه الرأسي. خلاص انا جبت الاوفر اول ماتريكس اللي هي الكي، وعندي الفورس والديسبليسمنت، وحطيت الباوندر كونديشن. ايه المطلوب بقى دلوقتي؟ ان انا احل. يعني هجيب مين؟ هجيب المجاهيل بتاعة الديسبليسمنت. يبقى الدور او الستيب اللي جاي اللي هو بتاع الحل، ان انا عندي الديسبليسمنت فيها مجاهيل، انقل الكي الناحيه الثانيه بالانفرس، اقدر اجيب الايه؟ اجيب الديسبليسمنت. فطبعا انا لما هحل يبقى الستيب اللي بعد كده سولف، عشان تجيب مين؟ مين المجاهيل؟ اللي هي الديجريز اوف فريدم. اللي هي مين الديجريز اوف فريدم؟ اللي هي الحركات اللي هي الدي واي والفاي، اللي هي الحركه الراسيه والروتيشن في حاله الايه؟ في حاله البيمز مثلا. فطبعا انا في النهايه خالص عملت سيستم من الايكويشنز بس في الجلوبال بقى،
لان ما اقدرش احل المساله غير في الجلوبال. بعد ما جبت الماتريكس لكل عنصر في اللوكال وجبت له المعادلات بتاعته، اجمع الكلام ده في الجلوبال وابدا اطبق في المعادله الاف بتساوي الكي في الدي في الجلوبال، عشان احط الباوندري كونديشنز، احط قيم الديسبيسمنت المعروفه بصفار احطها، وبعدين الباقي مجاهيل انقل المصفوفه الناحيه التانية الكي، اجيب الانفرس بتاعها. ويمكن احنا اتكلمنا شويه ازاي نحسب الانفرس. بعد كده هضرب الانفرس بتاع المصفوفه في المصفوفه اف، اجيب ايه؟ اجيب الديسبيسمنت. طيب ما انا لما جبت الديسبيسمنت، ما هو الناحيه التانية اليمين برضو مش كل الفورسز دي معلومه، في فورسز بتبقى معلومه وفي رياكشنز. يعني لو رجعت لأي مسألة هتلاقي في فورسز مثلا حاجات هتبقى معروفة أو مش موجودة أو قيمتها بصفر، وفي رياكشنز موجودة. فأنا بعد ما أجيب الديسبيسمنت عن طريق إن أنا ضربت المعكوس في الإف، أرجع مرة تانية إيه بالراجع بقى، أصبح الطرف بتاع الديسبيسمنت كله معروف وعندي الكي معروفة، أبدأ أجيب قيم الإف الإيه المجهولة بإن أنا إيه بضرب الكي في الدي. جبت انا الديسبيسمنت، احنا عندنا علاقه ما بين الديسبيسمنت والسترين. لما انا جبت الديسبيسمنت من المعادله اللي فاتت ان انا جبت الدي، خلاص اقدر بقى اجيب من الديسبيسمنت ايه السترين. احنا قلنا في البدايه ان في علاقه ما بين السترين والديسبيسمنت، لو انا جبت الديسبيسمنت اجيب منه السترين، ولو جبت السترين اقدر اجيب منه الايه اربطه بالستريس مثلا من خلال المودلس اوف الاستيسيتي. فالستيب رقم 7 ان انا بجيب الاستريسز وبجيب السترينز، بس طبعا عشان اجيب الاستريسز والسترينز كان الاول لازم يكون عندي الديسبيسمنت، اوصل من اجيب من الديسبيسمنت سترين ومن السترين اجيب ايه الاستريسز. طبعا يمكن واضح اهو تحت ان لو انا عندي الداله بتاعت الديسبيسمنت اسمها يو مثلا في حاله البار اليمنت اللي هو تراس، وعندي الداله يو، فلو انا فضلت الداله يو بالنسبه للاكس هجيب السترين، ولو ضربت السترين في المودولاس هجيب الايه اجيب ايه الاستريسز. وطبعا انا لو جبت الاستريسز اقدر اجيب الفورسز، يعني لو انا عندي ستريس اقدر اجيب الفورس. احنا عارفين لما بيكون عندي مثلا استريسز عباره عن مثلثين اللي فوق كومبريشن واللي تحت تنشن، فانا ممكن احول المثلث بتاع الكومبريشن لفورس سي، واحول المثلث بتاع اللي تحت بتاع التنشن لفورس اي تي. طبعا الخرسانه بتشيل كومبريشن وما بتشيلش تنشن، فبنبدا نحط حديد يقاوم الايه يقاوم الايه التنشنز. طبعا الكلام ده مكتوب بيقول for the structural stress analysis problem important secondary quantities of strain and stresses، وبين قوسين او المومنت والشير، لان ممكن احول الانفعالات والايجادات في الاخر، لو عندي ايجادات اكملها على المساحه اجيب فورسز، اضرب الفورس في المسافه اجيب مومنت، او اخد سمشن اجيب الشير، كل ده اقدر اجيبه لو انا جبت الايه لو انا جبت الاستريسز. اخر خطوه ويمكن خطوه مهمه جدا، بعد ما خلصت وحليت المساله وطلعت النتائج، ما ينفعش اخد النتائج كده وخلاص واعتمد عليها لا ما ينفعش. احنا يمكن قلنا قبل كده لو تفتكروا ان انا بيبقى عندي حل، لو بصينا على الكيرف اللي تحت بيبقى عندي حل بتاع الفاينات اليمنت، فقلنا الفاينات اليمنت سوليوشن من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها عدد الاليمنتس. لو انت مكتر عدد الاليمنتس فالحل بيتحسن، يبقى صغير يكبر 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 لغايه لما يقرب من الاكزاكت. اذا انا ممكن يطلع لي حل بس بعيد عن الاكزاكت، اذا مش اي حل يطلع من الفاينت اليمنت خلاص اقول يعني اسلم واخد الحل، لا ما ينفعش. لان احنا قلنا برضو يمكن ان المخرجات بتاعت الفاينت اليمنت هي عباره عن نمبرز، والنمبرز دايما ملهاش معنى، يعني 5 6 7 100 1000 ارقام، الارقام ملهاش معنى الا اذا انت اخدتها ودرستها وشفت مكانها مظبوط وقيمتها وكده يعني. وبرضو قلنا ان الفاينات اليمنت بتخرج بلاك بوكسز، صناديق سودا محدش عارف جواها ايه، فمش معنى ان المساله اتحلت ان يبقى خلاص المشكله خلصت، لا انا لازم يعني ادقق النظر في النتائج واشوف النتائج دي مقبوله ولا مرفوضه وكويسه ولا بعيده. ويمكن تفتكروا لما خدنا بلاطه ودرسنا الكاميرا اي بي سي وحليناها مانيوال فطلع المومنت ب 20، ولما حليناها بالكمبيوتر طلع ب 15، وقعدنا نقول طب الخمسه راحوا فين؟
طيب ما انا لازم افسر مجاز مجاز الصح ان هي تطلع 20 وال 15 ده خطأ. ففي العادة هي ادور في المدخلات، اشوف هل في خطأ، اراجع نفسي هل في حاجة مش مظبوطة، هل السيستم مش مظبوط. فمهم جدا ان انا ادقق في النتائج وافسرها وابحث فيها وافحصها قبل ايه ما استخدمها. ايضا من ضمن الحاجات المهمة ان انا لما احل مسألة بيطلع لي مثلا في اماكن في السقف مثلا الديفورميشنز فيها عالية جدا، بيطلع لي في مكان مثلا الديفليكشن عالي جدا، في اماكن تانية فيها ستريسز عالية جدا. فانا لما بشوف الكلام ده ببدأ اخد قرار، يا ترى السكنس ده مناسب ولا اكبر السكنس شوية عشان اقلل الديفليكشن لانه عدى المسموح بيه. طيب السكنس مش نافع، طب احط كاميرا مثلا، طب اعمل ايه يعني؟ ما هو لازم يعني في ضوء النتائج اللي طالعه ومع دراستها ممكن اخد قرار جديد بتغيير شيء وارجع احل المسألة تاني وتالت ورابع، وفي كل مرة اغير القرار لغاية في النهاية ما اوصل لان انا اكون ساتسفايد بالنتائج وتكون مقبولة ومعقولة وتكون وزن الـ يعني المقبول. يعني قبل ما نمشي في أسئلة بسيطة جدا، هي أسئلة عامة بس يعني محتاج الواحد يفكر شوية يحاول يجاوب على الأسئلة. السؤال الأولاني بيقول لي يعني إيه فاينايت إيليمنت. السؤال الثاني بيقول يعني إيه ديسكريتايزيشن. طبعا يمكن اتعرضنا، يمكن أنا فاكر كان في محاضرة كان في عنوان اسمه وات إز إي فاينايت إيليمنت، إيه هي الفاينايت إيليمنت. وطبعا اتكلمنا في المحاضرة اللي قبل دي عن الديسكريتايزيشن معناه إيه في الفاينايت إيليمنت. والسؤال الثالث بيقول لي باختصار يعني أوصف الجنرال ستيبس، لأن الجنرال ستيبس الثمانية مهمين جدا ودول اللي هيفضلوا معانا على طول وهينطبقهم في كل الشباتر اللي جاية من أول اللاين إيليمنتس لل 2D لل 3D. السؤال الثالث الرابع بيقول وات از ذا ديسبليسمنت ميثود. احنا قلنا ان في الفاينايت إيليمنت اللي لها تو ابروتشز، عندنا في ديسبليسمنت وفي فورس، في فورس ميثود كل مجاهيل فيها فورسز وفي ديسبليسمنت ميثود. السؤال الخامس بيقول لي يعني اذكر ثلاث طرق مشهورة اقدر اجيب بيها الستيفنس ماتريكس لاي اليمنت. احنا كان عندنا الستيفنس انفلونس كوفيشنت، وكان عندنا الدايركت ميثود، وعندنا الورك اند انرجي. السؤال السادس بيقول يعني ايه ديجري اوف فريدم. السؤال الاخير هو السابع بيقول لي اذكر خمس ميزات لنظرية ايه الفاينايت اليمنت. وبكده نكون خلصنا شابتر 2، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.